موضوع المقرات العسكرية أو الأمنية الموجودة بين السكان، هذه المشكلة كانت كبيرة جدا خلال المراحل الماضية، وإحنا وفصائل المقاومة حرصنا على إنه نعمل عملية إزاحة تدريجية ونقل عدد كبير جدا من المقرات هذه من بين السكان، ونجحنا في تحقيق جزء كبير جدا منها، لكن لا زال هناك جزء يحتاج إلى نقل. إن شاء الله رب العالمين هذه عملية تستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وراعينا إنه ننقل عدد كبير جدا من المقرات، خاصة من الأبراج ومن العمارات السكنية ومن غير ذلك.